دعوة الدولية وخاصة منها الأمريكية، معنى الولايات المتحدة الأمريكية، من أنها تنتصب في بعض الأراضي السورية بشرعية المعارضة الديمقراطية ضد النظام. الحجة هذه باش تتنزع من الدول الأجنبية منهم الولايات المتحدة الأمريكية من طرف القاعدة العربية الشاملة. العرب الكل باش ينزعوا الحجة هذه تاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي منتصبة في أراضي سورية وخاصة في المناجم نتاع ذخ النفط تاع الدولة السورية، تحتكرها القوات العسكرية الأمريكية بعنوان أن النظام السوري فقد سيادته على أراضيه لأن المعارضة الديمقراطية هي اللي تكسب تلك الأراضي اللي اليوم تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية. لما تنضم سوريا إلى الجامعة العربية وتولي النظام السوري هو النظام الشرعي الواحد اللي عنده السيادة على كامل أراضيه، فالحجة الأمريكية هذه تتفقد. ومش اللي جي محتل هالأراضي هذه، ما نتكلم على سوريا، على إسرائيل محتل بعض الأراضي السورية، نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تفقد الحجة باحتلال الأراضي السورية بعنوان أن فما سيادة مزاحمة للدولة الشرعية، فهمت، وهي السيادة الديمقراطية. الحجة هذه باش تتسحب بحكم ضم سوريا دولة وأرضا وشرعية باعتراف جميع الدول العربية. هذه حجة قوية، هذه أهم شيء بالنسبة للعالم العربي اليوم وبالنسبة لتمزيق الأراضي السورية إلى حد اليوم بين محتل إسرائيلي ومحتل أمريكاني وإلى حد ما محتل تركي. يعني عودة الدولة المتكاملة بسيادتها وبشرعيتها على أراضيها وهي دولة سوريا، هذا مكسب عظيم في الحجة القانونية وفي الشرعية الدولية. واضح سيد أحمد ونيس، هذا بالنسبة للقراءة فيما يخص إذن سوريا اللي تسترجع مقعد في جامعة الدول العربية. قبيك شوية كان معنا مدخل من إيطاليا ناشط سياسي ماجي كرباي، فقط في تعليق بسيط صغير، سيد أحمد ونيس، زيارة منتظرة لوزير الخارجية الإيطالي إلى تونس، فما برشا حركية، زيارات دبلوماسية، فما زيارات احنا سمعنا بها من الاتحاد الأوروبي إلى آخره، حسب رايك هذا الكل يصب في انا خانه التحركات، معناتها الكل، هل قاسم مشترك موضوع الهجره فقط او موضوع جوستمون تونس والازمه اللي فيها وكيفاش نجموا يعاود، معناتها حسب رايك ودو توت مانيير هما بخلاف النيه اللي جايين بها، احنا شنو هو الاولويه نتاعنا؟ اظن ان الصفحه تطويت نتاع النزاع اللي كان قائم بين تونس وصندوق النقد الدولي من شروط صندوق النقد وتونس اللي ماهيش قابله الشروط الكامله هذه نتاع صندوق النقد. التدخل بدا في حركه جديده بفضل ايطاليا وجرت معها فرنسا ونهائيا الولايات المتحده الامريكيه. يظهر ان جميع الاطراف هذه الغربيه اللي طبعا عندها صوت عالي في صندوق النقد قررت وان الصفحة التونسية لازم تتطوى وما تبقاش قائمة. فوزير الخارجية الإيطالي هو اللي باش يجي باش يبين شنية الطرحة الجديدة اللي انتهت بها النزعة بين تونس وصندوق النقد بفضل جميع الشركاء الغربيين في داخل صندوق النقد. وطبعا إيطاليا كسبت الخطوة هذه لصالح تونس وكذلك إلى حد بعيد لصالح إيطاليا والساحة الأوروبية، لأن اللي تحب تتجنبه إيطاليا هو تدفق الهجرة العشوائية الصادرة من جنوب أفريقيا على تونس وعلى إيطاليا،
أوروبا انضمت معها في القضية هذه، بحيث قضية الهجرة ولت قضية موحدة بين تونس وأوروبا بتدعيم من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك يعطيك صحة الأستاذ أحمد نايس وزير خارجية السابق، تحية لك وتفارك وديما تحليلك القيم، شكرا لك. شكرا. نمشي مع فاصل قصير راجعين معكم. برشا ضجة صارت تصريحات